قال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمرو درويش إن الحوار الوطني جاء في فترة مهمة. وأضاف عمرو درويش أنه لأول مرة يرى في مجلس النواب وجود تمثيل قوي للعديد من الفئات والتي كانت مهمشة. يمكن الحديث في مجمله ما بين النظام الأغلبي المتمثل فيه القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي أو في النظام النسبي المتمثل فيه القوائم النسبية. وفي الحقيقة طبعا كان حديث مثمر، يعني قيمة الجلسة النهاردة أنك أنت جمعت كل أطياف العمل السياسي، التيارات السياسية، الأحزاب، القوى بمختلف أيديولوجياتها كانت موجودة النهاردة على طاولة بتتناقش وتتحاور عشان تحاول أن تصل إلى يعني حالة من التوافق حوالين نقاط اختلافية كبيرة جدا كانت موجودة خلال الفترة اللي فاتت. يمكن ده قيمة اليوم النهاردة. متفائل جدا طبعا أن النتائج هيكون أكثر إيجابية، هنشوف إن شاء الله في المستقبل القريب هنلاقي يعني حالة من التوافق حوالين أمور كتيرة جدا خلافية تؤدي في الآخر أن يبقى عندك استحقاقات انتخابية تشارك فيها كل القوى السياسية والأحزاب، ونتمنى أن احنا نشوف حالة من التوافق، نتمنى أن احنا نشوف طبعا تحالف يعني انتخابي يعبر عن كل أطياف المجتمع المصري والقوى السياسية والحزبية عشان نشوف بقى تمثيل برلماني يطالب بحقوق المجتمع ويلبي طموحات المجتمع المصري ويكون عند حسن ظن.